طيب لازم نقرب له لأنه طلع بعيد. أنا ما توقعت إنه بعيد لهذه الدرجة. والله قلت لك أنا. قد قلت لي؟ أيوه. يلا حيهم. إيش حالكم؟ طيبين؟ يا الله. بالله كيف الشارع يا جماعة؟ أسحب السلك. أسحبه بكل أدب. تكفى ترى ترى يزعل. والله السلك السلك يزعل. بيفصل. مفصل. يلا واحد تكفى لا يفصل تكفى واحد اثنين واحدين واحدين الله يسعد امك يا شيخ انت تفهم يلا حيهم مجرين امسك ذا شده من هنا ايه ايه ايش حالكم يا جماعة طيبين هنا ظلام نرجع مكاننا الأول أفضل يا مرحبا شيروا البث وجب السماء يا مرحبا اي هنا احس اني امون عليكم شوي دقيقه وش حالكم؟ يا ولد شفت لقاء ولد نيوم عطنا جوله تعال جوله عندكم مستوى ترى توني فاتح انا طيب اسمعني ها ترى جوالك هناك تبي العلم تبي العلم ها والله ما معك معشى لبك عبدك امدح 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 اكثر انا اسمع اسمعني وانا والله ما معنا معشى امدح امدح انتوا متعشين انتوا طيب اسمع يا ولد شفت لقائك البارح؟ ها مو بلقاء مو بلقاء مو في الاخباريه فقرتك اسمعني طيب ها فقرتك البارح مت انا ضحك شفت لك مقطع تقول ايي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 ي
انا اذا مشيت مع احد اتاثر منه، وهذا تاثر ايجابي يا ابو طلال، هذا دليل انك مؤثر على السوشيال ميديا. امدحني تراني احب المدح. حتى انا امدحني وامدحك. دقيقة بغينا نمدح بعض. امدحني فترة وانا فترة، جولة جولة، وش رايك؟ كل جولة واحد يمدح الثاني؟ اي دندن وغن وابشر بسعادة. تمدحني انا واخوي ترى. طيب حتى انا اخوي موجود، لا تسوي انك لحالك اللي عندك اخوان. ماني بحاجة مدح، ماني بحاجة مدح. شخص انا. ها 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 ها. انما دحنا زماننا يا رجال. ايه ماني بحاجة مدح. امدح فيصل بس. يا رجال والله اني ماني في حاجة منها. لا لا مدح فيصل كأنك ما دحني. عين خير. خلاص فكه. ايوه ايوه اثبت الله يرحم امك. انت عندك انا عندي انا عندي ستاند مو بستاند. يا ربع كبسوا كبسوا يا ربع يا ربع اصابعكم. انت نايف انت عندك اخو اسمه فيصل. اصابعكم. الله الله. ونعم. عليك زود. ايوه غصبة. انعم غصبة. يستاهل يستاهل اخوك يستاهل. اي والله انا يستاهل. وغصبه وغصبه فوق انه يستاهل. ارح بي والله عيالي. هذول اللي بسهم من امس. من هم؟ لا لا تونا باثين الحين. توكم الان؟ اي نادر تونا باثين الحين. الله اللي مرحبا. الله يهديك. انا عايز اعرف رمز الجوال. حسبي الله عليك. طيب لا تنشر يا الامير. نعم عاد يا تمرين جواني وتمرين مثلي وكمثي.
والله ثاني دقيقة دقيقة خلني أحمسهم خلني أحمسهم أدعموا يا جماعة أدعموا من هو أدعم أضرب أضرب أدعم 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 يا ولد أدعم أبوي الصاطي أدعموا ضدنا أدعموا ضدنا باللحكة بالشارع والله رهيبة ها؟ رهيبة 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 لكن علي جماعة نسيت ما أشكر سيف بيضاء وجهك يا سيوف يستاهل يستاهل بلنت. يلا حيهم منشن الدعمين منشن عامر منير يا أنا زعلان طيب عامر إذا طفر الفترة ذي ترى مني أوه يا رجال عامر يدعم ذولاك اللي يسوون بيت بوكس يسوي ما يدعم أخويا لا بحق إيك سلمان بن طلال متحور ابن فراج يبي كذا لا تبين الساعة ترك واضح ترك واضح من يسويها لي أنت أنت وين سوي سوي طلبة 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 يا يا أخي فلاح ابن فراج غريب كذا غريب من اغرب الناس يا ولد انا مستغرب يعني في احد باقي يثني يده كذا يا ولد كم قصتي ما عاد الا اثنين فلاح بن فراج سلمان بن طلال الله لا يبلع بس الله لا يبلع انا استغرب صراحه اشوف يدك يا يدي ما فيها الا مسباح وما فيها الا الماء عينك ما فيها الا الماء يا رجال جماعه بنشر الدعمين الله يرحم امكم تكبيس تشيل تكبي راحت الجولة لا لا جعفلة ما نقبل من الحين نقول جعفلة الجولات الجولات هذا غش تجاري والله جعفلة الثمانية الأخيرة قهر يا الربع شدوا ترى في جعفلة يا الربع شدوا أصلا عادي أنا الجولة ذي أهديتكم إياها أحسها في جعفلة الله ينشب هذا الوقت ذا يبطي ذا يوه هذا الوقت أكثر من وقت لدرجة فرحانين فايزين عليه الحكم الأول الحكم الأول دعوة تنفيذة الحمد لله عادي ترى أكيد فايزين على فرقين أكيد مستانس إيي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 
اسمع جولتين يا ورع. لا 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 ما اتفقنا. جولة قلنا جولة تمدح احنا جولة نمدح اخلص. انا مدحتكم اللي انا زماني ما دحني. جولتين يلا. لا 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 تسوي لا تجن الغصبة. ابو طلال سير عجمين جولتين يلا. هم سامعيننا زين؟ اسمعنا انا زين. لا ايه اسمعكم انا قبل ما قبل شويه زين. لا لا نفس الشيء ما تغير ولا شيء. كذا افضل. كذا افضل نعم. صدق نايف ونعرف ما راح ينفذ يا جماعه. لا والله انفذ عادي ايش دعوه. والله نعرفك يا ولد. كم جوله دخلنا معك ما تنفذ يا رجال. لكن لا نايف نايف ها وش لو فزت يعني مثلا لو فزت وش بتحكم؟ بحكم عليكم تجون تمروني. لو سويت المرق ايه ها وبعدين بس يا يعني تمروني تمشوني هذا الحكم. ابشر والله مش عادي واحد يدور اخويا المرق بدون حكم. اطلع لا يلا يلا طالع عمري بث عقاب بن نايف. شكرا يا عقاب ورودك وسود. يا ابو نايف محمد بن سراج دنيا يا عقاب ارحب. انت السبيعي واجهتهم في المسجد قبل عقاب بن نايف السبيعي من جيران في ذمتك. هذا مقدم في سكريبت تدري هو يا رجل تطلع من البس شوف شوف تعرفونه ها؟ هذا من جيراننا يرجع في اي تعرفه؟ هذا خوي اللزم اتعقص. اي والله جارنا يا ولد. انا كنت ساكن حولكم يا فيصل. يا
ها؟ أقول كنت ساكن حولكم. في ذمتك؟ إي والله. تدرون يا جماعة الخير ما كان بيني وبين بيت فيصل، بين بيتي وبيته إلا يمكن 5 دقائق. والحين كم؟ لا الحين نقلت أنا، الحين بيننا يمكن نص ساعة. فرقة يا زرقة. فرقة يا زرقة. شوف هذا في قدناك يا نايف يا لا في ذمتك يلا شيل خلنا نجامل شوي لا تحدنا راسك لا داعي للسيطرة الأوضاع تحت الحلع هذي الجماح لا انت هادي عقاب لا انت والله يا عقاب بيض الله وجه من يصل له الحروب ان ارحب يا ان لا انت بس انا ببث بعد الفيديو والله ما ظني نايف شفناك في اليووك في ذمتك يا جماعه صار لي موقف ذا اليوم في اليووك لا اله الا الله بعلمكم قيم قلت لي انا شفته بغى يقروصني ايوه دخل بارد ايوه اوه تكفى شوف عاد ياسر صك اشلح حسونه بيروح يسولف معاه لا اجتماعي بس مو بالدرجة ايه كنت ذا ما عاد عنده اخوي هذا اصملوا خلونا نروح قطر يا ثاني بعد الباب في كل ما زعمت الجلسه رحنا قطر والله العظيم انت ما تعرف الا قطر يا زين قطرتك يا رجال قطرتك اسد اسمع نايف ها في ديره لو تروحون لها تستانسون وبتحكون فيها 10 سنين قدام لين تجي سوره هزيه منها اللي هي ديره ما نعلمكم ذا الحين وادي الدواسر هذا الوادي عاد ما بفهمه جماعة من شنو الدعمين الأوضاع تحت الهلع انت جاي تقول حياك من الإمارات لا فلاش لا تصرح باللي قلت لك اليوم الدن هذا أمر الأمر الثاني ذي ديرة ما أدري وش اسمها جزيرة خاطري أروح لها الصدق كانت أصمر يا أبو عبد الرحمن أشير وأنا معك جزيرة اسمها فيها كاف اسمها البنانة صح أعرفها لا لا جزيرة البقوة الله لا يعيد البنانة تكفى تجود ولا تفكونها الله أقول سمكة القرش والله راحت الله يخليها بها عقب العيد هذول المناسة أعطونا أحكامكم بس واضح ما يجوك مسوي نفسك يا مقطع السفريات والديار اللي برا لا والله بدي بابا انا لا بس اندبلت كبده جولتين وهجمناها يا ولد سكور طيب ما ردك تجيني وانا فاتح نص ساعه الحكم وش يعني فاتح نص ساعه تصير قوي وتهدد انت الحين ولا وش؟ اهدد يا رجل هذا الحين فقع انا شيء يلا طيب انت حق على وجهك جولتين طيب انا ما نتكلم انا الحكم ونمشي بس اسمع يلا عطنا حكم الحكم الاول تنطط فوق الكنب وانت مثبت الجوال مدة دقيقة ما توصل الحكم الباقي عند فيصل يلا ما جيت الا انا حكم رح خلها عندك انت اصلخه احكم صلخ عشان تدعني طيب انا اعطني حكم واحد لا تعطي حكم سهل لا حكم صعب والله تعازمون ترى بقى بطلع عادي يا ابوي لا تسوي نفسك انت بايزين الحكم ترى بطلع لا بطلع ايش تطلع؟ ما تقدر تدعمين انت ولا وين؟ انت مسير ما انت مخير اسمع الحكم ونفذ المسير انت واشكالك مع القلابي الطويل وش طيب قلابيك وش ترى كله قلابي يلا 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 احكم يلا حكمين طيب يا طويل العمر الحكم الثاني تتشقلب 4 مرات وانت مثبت الكام وقدام الكام الحكم الثالث
الحكم الثالث قرب. الحكم الثالث تشغل ماريوت. ماريوت اوكي، بما انك ما نطقت تسمع صح خذ حصانه ما في حكم. يلا ما اعرف. لا لا شو اسمه ماريو ريسي. ايه ماريوت عفويتي منعنا. ها وش تسقط الزبده. ها تشغلها وتلعب عليها لعبنا ذاك اللي انت خاب. بس بس عوي تفهم يا ابو طلي. وش انا بزنو كذا ضبطه بحكام. والله حكم صح. قم نطلع حكم بطلع. ها تلعب معي انت عندك. ابشر بسعدك يا نوم عيني. خليه حكمني حتى وانا فايز. يا ولد طيبه قلب وقبول يا ولد. ايش هذا؟ اقول لك بيننا اخوه ما بسم الله علينا. ونشوف هذا العادي حكم. مع صديق هلا يا هلا شفت خزرانة تلعب من نجوم الفريقين بدعينا متفوقين هنا ترى قناة المبدعين. يلا تزم انت يا الله يستر. لاني والله ابغى افتح بث عشان نسولف بس. الا اذا تبون قصات. ايش رايكم؟ تبي جوالك خلاص طفشت صح؟ مبارك ما اخذ جواله عشان يشغل. يلا! الخايس. الحمد لله انا طلعت بالشكل المطلوب، طلعت بالشكل اللي انا كنت ابغاه. كان افضل من كذا لكن الحمد لله طلع كذا ممتاز جدا. عاد الاربعاء الجاي مجهزين شيء اقوى. بس الاربعاء الجاي اما انه يضبط ويصير فنان ولا انه يخرب ويصير خايس. هي واحده من السنتين. اذا عاد ضبط حبك الله، ما ضبط تغاطوا سووا كمكم ما شفتوا. في ضيوف اللي يقول ما قلت في ضيوف. بس أول يوم ما كنت أبي أجيب ضيف. بعيدا عن الفقرة وبعيدا عن اللي صار نسيت في 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 ناس.
الوكالات صحيت الأشباب قالوا تعال مرنا. حنا وين؟ حنا في اليوك، تعال تقهوا معنا. قلت أبد، جايكم جايكم جايكم، أعطوني دقيقتين بس وأنا عندكم وأطلع. والله بس غسلت وجهي طلعت. يعني لا أكل ثلاثة قهوة جايهم وأنا صوبنا. يمكن هي تابعني يا رحب. بغيت اهرب لا حياك الله صور معك. قلت ابشر انا صوتك ايش صار امر تبغى جوالي تبغى ها روح صور سنابات عش افتح بث شي قال تكفى والله اني ابغى اصور معك. قلت ابشر بسعد يا جماعه ايش تبغى شغل فلاس يا فله غريبه واجهت انا لو ما اطلع من شهرتي ابى اصرح هذا البث لو ما اطلع من شهرتي الا بالورع ذا ليه اقول ورع يمكن يزعل الصغير ذا الولد انا راضي والله اني راضي بالموقف هذا فاللهم لك الحمد ولد خالتي الله يخليه لكم ان شاء الله سلموا لي لا ومرينا من جنب بره فيه أربع ماشيين كذا فيه ناس يعرفونك بس ما يقولون شيء يبقى تطلع فيه كذا ويمشي طيب ليه طلعني كذا معصب إيش سويت ضارب كان لا مشى قال أوه عرفته ذا عرفته منو أوه ذا عرفته إيش اسمه محمد عبده يصرف اسم لا أنا نايف لا تسوي إنك ما عرفتني رجاء ولا اللي يجيك يقول لو سمحت اسمك اقول له ما بقول ما ادري تذكر انت يقول اوه نايف الرفيدي اقول ايه تعرفني بس تسوق امها صح؟ يقول لي صح نكنسل الموضوع كنسل السالفه بعضهم كذا الوكاد اني مريت من جنب اربع معي فراج ابو ظهير ومعي واحد اني قال له يوسف السبيت اللي معه مريت من جنب اربع مع عمر صغيره على طوله شبر شبر ونص عشان ما وعمله مشاكل يلا نجحت التصميم يلا صمم انت وياه الزبده طولها شبر ونص غيره باقي وريع عمره الظاهر 13 او 14 مرت يوم هي مره الورعه تبغى تجي تصور والظاهر جدتهم معهم معيه تقول لا ما عندنا بنات تصورهم مع مشعير ورعه عمرها 3 سنوات طيب الوكاد يوم مرت قالت صاحت كذا نيوفي كل اللي في يوك يطالعون انا اسوي من هو نيوفي ذا نيوفي من الله يا
الله يقطع ام الموقف. طيب طيب لازم لازم اني اعتذر والله يا جماعه. اخويا اللي بجنبي ضحكوا عطوب. قلت ايه اضحك اضحك انت يا الغلطان اللي يجيكم. لو اني لو اني مكمل حلم لو اني وصلت حلم 68 69 لو كملت 70 حلم افضل من اني اقعد معكم. او مين الله العظيم ايوه قلت ايه وامشي اعطيها المشي السريع ذي. يا الله يا الموقف كلهم يطالعون فيني وانا امشي. يلا وانا اروح ازبن ورا اللي نخلص الموقف ثم رجعت. فبعضهم حطك في موقف محرج. ليش ما رحت عند احمد رحيم؟ وين احمد رحيم؟ هم هنا في التيك توك ولا مجتمعين ولا كيف الطريق؟ نايف متى تجينا الكويت؟ أبجيكم بس طبعا والله اني بيجي الكويت يا جماعة. ترى هذا البث على السريع بس كنت أبي أسولف معكم. لوكاد تذكرون في فقرة زمان مو بزمان أيام في رمضان كنت أسويها تذكرونها فقرة المحكمة. اللي ما يعرفها يا جماعة المحكمة هذه نجيب واحد من المشاهير أوكي؟ مو بلازم انه يكون من حقين الواقع لا من برا يمكن من مشاهير التيك توك يمكن من مشاهير السناب ونجيبه في سبيس في تويتر وانتم ترفعون عليه قضايا وانا احكم كأحكم بالعدل. ايه الوكاد شو رايكم الليله؟ لاني وصلني علم وصلني علم إن فيه ناس سارقين فكرتي فكرة المحكمة. أنا اللي أنا مسوي ليه تسرقها عيب صح؟ فسارقين الفكرة مسوينها فلازم إني أرجع بقوة وأمسك الفكرة كذا. يا الله يا انقلع فكرتي يا ورع انقلع روح لبيتكم لازم خلاص خذ جوالك وإمكانك تبغى مشاهدات 500 بلا واحد يطلع عشان تصير 505 قهروني. تبون هالليلة من سرق ما راح أعلمكم لكن اقتبس من الفكرة. ما علي يزيدني شرف والله أني أكون أنا أجيب فكرة والناس يقتبسون منها. ترى والله أني أفخر بهذا الشيء. الليلة نجيبها من تبون الضيف؟ حاليا في 3 أو 4 ضيوف في بالي ابى اجيبهم كلهم بس ما تبون بكره. يلا اوكي ترى صوت سماعه مو بلابتوب والله العظيم مو كمبيوتر والله سماعه بس ان اللي صنعها لعب عليها قال انت كمبيوتر صارت تطلع أصوات غريبة. آسفين والله هي تحسبنها كمبيوتر. أنت السماعة ترى يعني أنا اللي أشغل كان اللي يخليك تتكلم. والله لو ماني موجود ما تتكلم يعني لو ما في أحد. الله العظيم هذه مثل بعض البشر يشوف إنه شيء كبير وهو ولا شيء. إيه مبارك خمن اسم وجابة صح. انا عني ما راح اقول لكم خلاص انتظروا الليله بيعرضون فريق الدعم في تويتر بيعلنون عن اسم الضيف الليله. تبون الليله ولا بكره؟ لوكاد كل ابوها ضحك ومزح وفيها من النقاشات الجميله. اليوم الليله الليله, الليلة. خلاص الليله أبخليهم يعلنون في الصباح. أول ما يعلنون أكتبوا قضاياكم أوكي ضد المتهم ما أدري من بيحطون اسمه
اكتبوا قضاياكم ضده من بدري من اول ما يعلنون عشان اجي الليل وافرز القضايا واخذ القضايا اللي تعجبني ونحيي الحق يا مال اشحم. كبسوا يا جماعه صايرين ما تكبسون ها صاير تجي تفتح البث وتقعد طالع ليه وين 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 خيال الاطراف كنت ادخل يقولون كذا من قوه التكبيس اسمع صوتك اسمع عندي هنا بالله يطب لي ضاء يا مبارك واو يا رجع خلنا كذا كذا افضل صح يا جماعه او تخليها صفراء قبل شوي حسيت اني اهل التصاميم ترى والله اني قاعد اتابع تصاميمكم التصاميم اللي هنا في التيك توك والله اني شفت لي تصميم الله يسعد ام اللي سوى الله يسعد امك يا اخي انت فهم ام دقيقه ام ذي صمتتني وانا عند فلاح ابو مراج القمي ميوت كيف اعطيها ميوت يلا ميوت خمس ثواني يلا عقاب عقاب عن ما عندنا احد يمشي الا بالحق والله العظيم حلا فرعنا هي ترى ما تمشي علينا حركاتكم ذي حركاتكم ذي ما تمشي سكاتنا سكاتنا الى متى الى متى نسكت الى متى والله العظيم قلة ادب تعرف اني امسح الكاميرا بس رخصات يا بابا قلة ادب شوف كيف اللمبه صايره خط ليه يعني جوال شريك 5000 ما ادري 4000 تصير خط كذا ليه ترى ايفون والله ما انت بجلاكسي ورع انت يعني لازم اشتري جوال جديد غلط حلا العظيم حطيت الحرة في الجوال او شيء تراكماتي واضح واضح اني منقهر شوي اسمعوا بطفي الواي فاي قولوا لي اذا فصل ولا لا اوكي 1 2 3 ممتاز ابوك خلاص يقولون زان الله قايل لكم جوالي ذا يرضخ تدرون ما يمديني افتح سبيس والله صدق ما يمديني افتح سبيس الا بواي فاي طيب ليه ما يمديني افتح بث الا بواي فاي ليه ليش عايش دور انك جالكسي وانت ايفون والله حرام انهم حطوك في شركة ابل ليتك اعرف لاح دقيقة بغيت اسب والله بغيت اسب لا ترى ما قهرت لاح ترى اني امزح معه نهدى شوي والله بغيت اسب بغيت اتطور بغيت أغلط بغيت أجيب الغايبة نايس وحبتين يلا ها يلا استانس
حققت امنيتك صح؟ لازم واي فاي. دقيقة خلني اقرا عشان ما يعلق على اللي فاتحين مايك. والله ما ادري. لاشم لاشم لازم اشوف لي حل. انا تنصحوني اشتري ايباد يا جماعة؟ تنصحوني اشتري ايباد؟ شكلي بشتري ايباد. اشوف عامر مشتري ايباد وبثوثة ما شاء الله. الأوكاد بما أنها صلاة إلى هنا ونقفل تمام. الوعد بكرة، بكرة الليل، الليلة قصدي، في محكمة. خلوكم قريبين، وبعد المحكمة أو قبل المحكمة في بث، فخلوكم قريبين. أوكي، كان بث خفيف لطيف، كنت أصلا أبي أسولف معكم بس أرفع هذا. بشوف إذا جاني نوم ولا بفتح سبيس في الصباح. أوكي ممتاز، يلا استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه. صلوا على النبي قبل ما نقفل، ولا حد يفوت صلاة الفجر يا جماعة. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. صلوا الفجر وادعوا لأنفسكم وادعوا لموتاكم موتى المسلمين ومرضاكم مرضى المسلمين. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.